المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية الآتي نصه: إن مجلس الدستوري بناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص القانونية ذات الصلة وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وبعض المداولات يقرر ما يأتي. المادة الأولى تحدد قائمة المترشحين انتخابات رئيس الجمهورية المترتبين حسب الحروف الهجائية القابهم كما يأتي: السيد بلعيد عبد العزيز، السيد بن فليس علي، السيد بوتفليقة عبد العزيز، السيد تواتي موسى، السيدة حنون لويزة، السيد ربعين علي فوزي. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة في الفترة ما بين 8 إلى 11 جمد الأول عام 1435 الموافق من 10 إلى 13 مارس سنة 2014. انتهى بيان وعملا بأحكام المال.